السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا فيديو سريع بخصوص الهجرة لأمريكا والحصول على الجرين كارد. كما تعرفوا، كل عام أمريكا تحل حوالي 55,000 فيزا للدول اللي الجالية متاحة ضعيفة في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الفيديو هذا الهدف تاعه مش بشجعكم على الهجرة للولايات المتحدة، لكن للناس اللي ناوية تهاجر بأيسر السبل. فهذه طريقة يعني سهلة وبسيطة وبدون يعني تكلفة تقريبا، باش تنجموا تهاجروا للولايات المتحدة الأمريكية. هي لوتري، يعني زي ما نقولوا، أنت تقدم المشاركة بتاعك في موقع رسمي اللي تشوف فيه قدامكم، وتقدموا. والطريقة بسيطة برشا، فما مجموعة من المعلومات وفما فقط الصورة يعني بتاعك أنت. إذا كان معاك عائلتك زاد تحط الصورة بتاعهم، صور كما صورة الباسبور يعني، ترفعها يعني تعمل سكان وترفعها على الموقع. إذن الموقع هذا هو الموقع، نشوفه هذا dvprogram.state.gov dvprogram.state.gov. هذا موقع رسمي بتاع الولايات المتحدة. هي حلت نهار 5 أكتوبر اللوتري. طبعا أول ما تدخل الموقع باش تلقى العنوان بتاع البرنامج اللي هو الكترونيك ديفيرسيتي فيزا بروجرام. يعطيك من الاول انستراكشن كنت تحب تقراهم وبالانجلش، ممكن تعملوا ترجمه يعني على جوجل كروم، ممكن تعمل ترجمه بالعربي. يعطيك هنا الانستراكشن يعني التعليمات، وبعدين الفوتو خاصه بالنسبه اللي هم طالبين كما نقولوا الصوره نتاع كما في الباسبور، الخلفيه بيضاء. وبعدين تدخل على بيجن انتري كما تشوفوا هنا، عندك اول خطوه هي هذه، تكتب الحروف هذول الموجودين عشان تاكدوا انك مش كروبوت ولا ابليكاسيون ولا حاجه، تكتبهم. اذا كان ما عرفتهاش كيفاش، ممكن تبدلها حاجه اخرى كما هكا سهله. وبعدين تحط سبميت. خلينا نحط هذه 5 NGBM 4 3. فمباشرة تدخل على الفورمة اللي باش تملاها، باش يعطيك رقم. هو طبعا في الفورمة هذه باش يعطيك رقم، فأنت تملاها الفورمة هذه، فيها طول الاسم اللي تبدأ باللقب، وبعدش الاسم. الميدل نيم مش ضروري، إذا بتحطها كي تحط الجنس ميل أو فيميل يعني ذكر او انثى. بعدين تاريخ الولاده تبدا بالمانث بالشهر، بعدين اليوم، وبعدين السنه، وبعدين تحط المكان اللي تولدت فيه، هذا المكان اللي تولدت فيه، وبعدين الدوله اللي تولدت فيها باش تختار بالطبيعه. اذا كان من تونس تحط من تونس، اذا من الجزائر، اذا من مصر، اذا من كذا، تحط الدوله اللي تولدت فيها، مش الدولة اللي فيها الناسيوناليتي بتاعك. يعني انت ممكن تكون جزائري لكن تولدت في تونس، فتحط يعني تونس يعني بلد اللي تولدت فيه. بعدين تروح هنا، هذه مثل ما سويتش تخلوها كما هي. بعدين ترفع الصورة اللي مطلوبة، وهي الصورة لازم تكونش أكثر من 200 كيلو بايت، يعني تكون صغيرة، والحجم بتاعها بين 600 × 600 بيكسل، 1200 × 1200 بيكسل. وهنا طبعا الادريس نتاعك، باش تحط الادريس نتاعك، التفاصيل تاع الادريس، والدولة اللي ساكن فيها طبعا، وبعدش الدولة اللي تعيش فيها، اذا كان انت مثلا عايش في فرنسا، في قطر، في الامارات، في السعودية. وبعدين الفون نمبر، رقم الهاتف اوبشنال يعني مش ضرورية. الايميل ادريس لازم، الايميل ادريس لازم تحطها، الايميل ادريس، وتعاود تكتبها مرتين باش تاكدوا ان هي. حاول تستعمل الايميل ادريس اللي ديما تطلع عليها. وبعدين مستواك التعليمي، اذا مستواك التعليمي اقل من الهاي سكول ديجري فهما مش راح يقبلوا الواحد، يعني على الاقل يكون عندك بكالوريا او ثانويه عامه، هذا المينيموم. هاي سكول دبلوم يعني يكون عندك دبلوم من الهاي سكول، يعني من التعليم الثانوي. يعني ممكن تكون مستوى باك بس ما تحصلتش على البكالوريا او الثانويه العامه، بس المهم يعني خلصت المرحله الثانويه يعني. اما اغلب ظن انهم اقل شيء يكون بكالوريا، لازم يكون عندك معك بكالوريا. مش متاكد من المعلومه، لكن هما هنا حاطين يو ماست
هاف مينيم اوف هاي سكول دبلومه. هاي سكول دبلومه اللي هو اتصور اللي هو البكالوريا. بعدين تحط الحاله الاجتماعيه بتاعك، معرس ولا مش معرس، ولا ديفورسد او مطلق، ولا طبعا اذا عازب بتحط ان ماريد، اذا ماريد وعندك اطفال وزوجه تحط لهنا. بعدين مش يطلبوك طبعا في الداتا بتاع زوجتك واطفالك، عدد الاطفال، عدد الاطفال اللي بسجلهم معك. طبعا اذا متزوج وعندك اطفال مش تهاجروا، تهاجروا مع بعضكم، لذلك لازم تضيف في الواحد. بعدين تحط كونتينيو هنا، طبعا مش قولي عشانك ما كملتش الحاجة هذوما. اذا كونتينيو هذا عشان تتاكد من البيانات متاعك، ولا تضيف البيانات بتاع زوجتك واطفالك وبعدين تتاكد من البيانات وبسهوله. يعني الموضوع اذا تعمل سكان للصوره ممكن تاخذ منك فقط 5 إلى 10 دقائق فقط، اللي هي اسهل طريقه للحصول على الفيزا المتوفره حاليا. هذا ما بالنسبه للفيزا سنه 2023، دي في لوتري 2023، اللي هي النتائج تاعها تخرج في ماي 2023، والسفر يكون طبعا على حسابك، كل شيء على حسابك. ما تتوقعش اللي هما باش يخلصوا عليك يعني، ولا باش يوفروا لك خدمة ولا كل شيء، يعني فقط يعطوك الفيزا. طبعا إذا يعطوك الفيزا وتروح تمشي لأمريكا، يعني تخلص تيكي على روحك وسكن وكل شيء، وتبحث على خدمة على روحك وكذا. بس هي أسهل طريقة الحصول على الفيزا. طبعا هي لوتري، يعني في ممكن مليون شخص يقدموا عليها، باش ياخذوا منها كان 55,000 فقط. طبعا في البلدان، في بعض البلدان العربية، الجاليات مثلا تونس ولا الجزائر، الجاليات ولا المغرب، الجاليات بسيطة يعني في الولايات المتحدة، فهذا ما عندهم أكثر يعني حظوظ أنهم يختاروهم. هذا ما لدينا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.